السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا معشر الإخوان، يسرنا الالتقاء في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للثالث من شهر شعبان عام 31,400 في هذه المدينة، مدينة الطائف، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عامرة بذكره، وأن يجنبها وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة في الله، إن الحديث كما يقال ذو شجون، ولكن مما يحتاج إليه في كل زمان ومكان، وفي هذه الأيام بالأخص، التذكير بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي طريق الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهي طريق الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخاتمهم وسيدهم وإمامهم رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولأجل ذلك ما كان هناك عمل أفضل من عمل الدعوة إلى الله. قال جل وعلا مبينا فضل الدعوة إليه وعظيم منزلتها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجواب: لا أحد أفضل عملا ولا أعظم عملا ولا أعظم أجرا من هذا الذي دعا إلى الله تبارك وتعالى وعمل الصالحات واستقام على دين الله جل وعلا. كيف يكون هناك عمل أفضل من هذا العمل، وهو عمل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لا عمل أفضل من هذا. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام وفي سواها مما تقدم وما سيأتي، الحاجة إليها ماسة، وفي مجتمعات الجهل والبدع، وفي أزمان الجهل والبدع والشرك الحاجة تكون إليها أشد. وحين ذهاب العلماء، علماء الشريعة، حملة الدين وأنصار الملة وهداة الخلق إلى دين رب العالمين تبارك وتعالى، الحاجة إليها أشد وأشد. ونحن في هذا الزمان
وفي هذه الآونة بالأخص الناس محتاجون إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، محتاجون إلى من يبصرهم بدين الله الحق وبصراطه المستقيم وبمنهج رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة الميامين والتابعين لهم بإحسان. الناس في حاجة، لا سيما في هذه الآونة، وقد كثر فيها المتحدثون وكثر فيها المتكلمون، وكل شخص يدلي بدلوه، سواء كان ممن له نصيب في علم الشريعة أو كان من المثقفين. وغر الناس ظهوره أمامهم على الشاشات والقنوات الفضائية حتى أصبح الناس لا يعرفون إلا هؤلاء، وإن قل نصيبهم من العلم وأحسنوا الكلام وأحكموه، ولكنهم لا يحسنون حفظ الأدلة الشرعية، وإن حفظوا دليلا ما أحسنوا الاستنباط والاستدلال. فأصبح هؤلاء على الناس بلية أخرى ومحنة أخرى ومصيبة ثانية تعلق الناس بهم، فرأوهم هم الأشياخ، وربما لقبوهم بالعلماء وبالمشايخ، وأصبحوا يصدرون ويردون عن قولهم، وبسبب ذلك عمت البلية. فزهد في العلماء وزهد في العلماء، وأقبل على هؤلاء المثقفين الذين يحسنون الكلام ولا يحكمون الأحكام. الإحكام للأحكام عند هؤلاء قليل جدا أو نادر أو لا يكاد يوجد، وإحكامهم للكلام ما شاء الله من الدرجة العليا بمكان حيث غر الناس. فلأجل ذلك معشر الإخوان، أصبحت الحاجة ماسة إلى الدعوة إلى الله ببيان دينه وشرعه ومنهاجه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، بيان أحكام الشريعة والإشادة بعلماء الشريعة وحملة الشريعة وحفظة الشريعة حقا، وتوجيه الناس إليهم وإرشادهم إليهم حتى يصدروا عن أقوالهم وأفعالهم التي يرونهم يعملونها فيقتدون بهم، لأن هؤلاء هم القدوة وهم الأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه الكرام والقرون المفضلة رضي الله عنهم جميعا. وذلك لأنهم تمثلوا الشرع في أقوالهم وأفعالهم، وزموا نفوسهم بزمام الدليل فلا تراهم يخرجون عنه. فحق لمن كان هذا حاله ومقاله أن يصدر عن قوله وأن يقتدى به في فعله. والناس اليوم في حاجة ماسة إلى الاجتهاد في الدعوة وبيان الحق لهم وتبليغ الوجه الصحيح لهذا الدين. من كان يظن أنه سيأتي على الناس زمان يدعى فيه إلى المساواة بين المسلم وغيره، وها نحن اليوم نسمع أنه لا فرق بين المسلم وغيره، ويستدل بعض هؤلاء الذين انحرفوا بقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهكذا، وينسى أول الآية إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم، وينسى الآيات الكثيرة في هذا الباب والأحاديث الكثيرة في هذا الباب. ومن أشهر ما في هذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية، ويتناسون قول الله تبارك وتعالى إن الدين
عند الله الإسلام. وقوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بل أعجب من ذلك، لا تقول يهودي ولا نصراني، ولا تقول حتى كافر، ولا يمكن أن تقول إن اليهود كفار والنصارى كفار. ماذا نقول؟ نقول الآخر. هم أنفسهم يطلقون على أنفسهم هذا الاسم، وأنت لا تريدنا أن نطلقه يهود ونصارى. قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. اليهود قالت هذا القول، والله جل وعلا من أول كتابه إلى آخره لا يسميهم إلا بهذا الاسم، وحكم عليهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء النصارى. قال جل وعلا عنهم وعن اليهود: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، الآية. وهكذا من كان يظن أنه سيأتي على الناس زمان تصك مسامعهم بمثل هذا الكلام، ويقال إن هذا العصر عصر التنور وعصر التطور وعصر لقاء الحضارات والثقافات ونحو ذلك. وما المقصود من ذلك إلا محو الركن الركين في قلوب المؤمنين، ألا وهو الولى والبرع. الولى لأولياء الله المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والبرع من أعداء الله ورسوله الذين كفروا بالله ورسوله. فمثل هؤلاء غر الناس، وما ذلك إلا لكثرة ظهورهم عليهم في الشاشات والقنوات وفي الفضائيات، فأصبح الناس لا يرى إلا هؤلاء وظنوهم علماء، فعظمت بهم الفتنة والبلية. فهؤلاء هم الذين يصدق عليهم وعلى أمثالهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ينتزعه إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا بقية الميادين الأخرى في الحلال والحرام، كل ما كنا نعرفه ونعرف أدلته إما إجماعا قطعيا، وإما فيه خلاف لا عبرة به لكونه خلاف مرذول، أصبح الآن يشكك فيه. فالربا نسمع بين الفينة والفينة من يحله أو يحل أنواعا منه. وهكذا إذا جئت إلى الغنى وجدت ذلك، وهكذا إذا جئت إلى الاختلاط وجدت ذلك، وهكذا إذا جئت إلى التبرج والسفور الذي هو أعظم داع إلى الفتنة والفجور وجدت ذلك، وهكذا وهكذا، حتى وصل الأمر بأن صلاة الجماعة ليست واجبة وكل واحد يصلي في مكانه. والله جل وعلا يقول لرسوله: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآيات في صلاة الخوف. فلم يسقط الله جل وعلا الصلاة مع الجماعة في حال المسايفة، في حال لقاء العدو والسيوف مصلتة تبرق والموت يسيل على ضبائها. ما أسقط الله جل وعلا صلاة الجماعة بل أوجبها، ونسمع اليوم ما نسمع. وعلى كل حال كما قيل، نعم وإن وجد في المسألة خلاف، ولكن ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حد من النظر، إلا خلاف له حق من النظر. فإذا كان الخلاف لا حظ له من النظر فهو خلاف مرذول،
والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على من لا يحضر صلاة الجماعة، وبين المانع له من ذلك، وهو من هو فيها ممن لا يجب عليهم حضور الجماعة مع المسلمين في المساجد، وهم النساء والذرية. لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقها عليهم صلى الله عليه وسلم، ولولا حرف امتناع لوجود، لولا هذا المانع موجود لوجد التحريق. فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة، وهو من علامات النفاق التخلف عنها، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود. وأصبح مثل هؤلاء الرويبضة يضعفون الأحاديث في الصحيحين ولا يبالون، هذا تخصصه حشرات، وهذا تخصصه طب، وهذا الطب بيطري، وهذا تخصصه كيمياء، وهذا تخصصه كذا، وأصبح يفتات على دين الله تبارك وتعالى. فأصبح الناس بسبب هؤلاء المفتين المفتنين لهم في هرج ومرج. فالناس في حاجة إلى الدعوة إلى الله، في حاجة إلى القيام بذلك الواجب على الوجه المطلوب، وإلا لو ترك الناس وخلي السبيل بينهم وبين ما يلقى إليهم وعلى مسامعهم لظلوا بسبب هؤلاء الدعاة المضلين. أنتم ترون في هذا الزمن، والحمد لله مع انفتاح الإعلام، الذين يقولون ما عد بقي شرك أكذبهم الله تبارك وتعالى، شرك القبور، يقولون ما عد بقي شرك قبور أكذبهم الله على رؤوس الأشهاد. فترون في الشاشات والفضائيات ما ينقل على الأبصار من السجود والركوع لبعض المشاهد والقبور، وخصوصا في البلدان الأخرى من بلدان المسلمين، وأكثر ما هو ظاهر في بلاد الرفض والتشيع، ترون ذلك، تعبد هذه القبور من دون الله تبارك وتعالى جهارا نهارا. ولا من منكر على هؤلاء. فالواجب علينا جميعا أن نعلم أن مثل هذه الكلمات النشاز المنكرة ما هي إلا لوعد الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح، وتخذيل أصحابها، وفتك هؤلاء الفتاكين في عضد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. والواجب علينا جميعا، وقد أعاننا الله جل وعلا بمثل هذه الوسائل التي تكشف هؤلاء، أن نكون أشد نشاطا وأعلى همة في القيام ببيان الحق والنصح للخلق وإرشاد الخلق، وذلك بتنبيه الغافل وتذكيره وتعليم الجاهل وتبصيره، والتذاكر مع المساوي لك في العلم، وحث بعضنا بعضا على القيام بما أوجب الله جل وعلا علينا، كما قلت، لا سيما ونحن في هذا الزمن يقل فيه العلماء، إذا مات العالم صار مكانه سلمة في دين الله، لا نجد من يسد مسده، بل عشرات لا يسدون مسد العالم. فالناس بحاجة معشر الإخوان، ويجب علينا أن نعلم أن الحرص على هداية الناس إلى الخير هذا مما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رؤوف عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، وهو حريص أيضا على الخلق أجمعين. ولقد كان عليه الصلاة والسلام القدوة العليا في هذا الباب، لا يصل إليه أحد ولن يصل إليه أحد، ولكن جعله الله لنا قدوة وأسوة. فالقدوة هو عليه الصلاة والسلام في علو الهمة في القيام بهذا الواجب العظيم الذي هو واجب الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلقد كان عليه الصلاة والسلام من بداية بعثته لا يفتأ ولا يفتر في تبليغ هذا الدين ومبادات قريش،
بتسفيه ما هم عليه وبيان الحق لهم ودعوتهم إلى الحق، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وبيان ما هم عليه من الباطل وأنهم على الباطل، وأنهم إن بقوا على ذلك فإنهم من أهل النار، حتى وصل الأمر بهم إلى ما وصل معه وتآمروا على قتله. وكان قبل ذلك يعرض نفسه على أهل الموسم ويقول: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أكلم بل أن أبلغ كلام ربي. وصعد إلى هذه المدينة إلى الطائف حرصا منه على أن يجد نصيرا له عليه الصلاة والسلام، يؤويه ويناصره حتى يبلغ هذا الدين. وصعد هذا الجبل العظيم الذي نحن الآن ننزل بسياراتنا وأحيانا بالطائرات إلى المدينة الأخرى وأحيانا بهذه الوسائل الحديثة، ومع ذلك نجد مشقة في صدورنا وفي أنفاسنا، ومع ذلك الوسائل المريحة متوفرة. وقد صعده عليه الصلاة والسلام مشيا ما فتر ولا ونى ولا لانت له قناة ولا ضعفت له عزيمة ولا خارت له قوة عليه الصلاة والسلام، فقوبل بما قوبل من سفهائها إذ سلط مشركوها سفهاءها عليه عليه الصلاة والسلام. فعاد عليه الصلاة والسلام كئيبا حزينا، ومع ذلك لم ينقطع الأمل بالله تبارك وتعالى، وكان يدعو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء الذين كذبوه من يعبد الله لا يشرك به شيئا، حتى هيأ الله له سبحانه وتعالى الأنصار فنصروه، ونصر الله بهم الدين ونصرهم برسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فعزوا بعد ذلة وكثروا بعد قلة وقووا بعد ضعف، وأظهرهم الله على غيرهم من العرب، فكانوا هم شعار الإسلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. والشعار هو الثوب الملاصق للبشرة للجلد الداخلي، والدثار هو الذي فوقه، فهذا دليل على قرب الأنصار منه عليه الصلاة والسلام ومكانتهم في قلبه. ولما قسم غنائم حنين في الجعرانة وكان ما كان من موجدة في قلوبهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنقلبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ قالوا: بلى رضينا يا رسول الله. فبكوا حتى اخضلت لحاهم من الدموع رضي الله عنهم. وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فبغضهم إيمان، فبغضهم نفاق وزندقة وكفران، وحبهم إيمان وطاعة لربنا تبارك وتعالى الرحمن. نصروه وآووه ونصرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. فلما استقرت دولة الإسلام في المدينة وقوي حال المسلمين وأمرهم واشتدوا، بدأ عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاء إلى الأقاليم وإلى الملوك وإلى الوجهاء ما فتر عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى البحرين وأرسل إلى بلاد فارس وأرسل إلى بلاد الروم وأرسل إلى بلاد اليمن. لماذا؟ حرصا على هداية الناس ولتبليغ الناس الدين الحق. والواجب على كل داعية إلى الله تبارك وتعالى أن يستن بسنته عليه الصلاة والسلام، فيركز ويبدأ بما بدأ به عليه الصلاة والسلام، فيبدأ بتوحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق العقيدة في قلوب الناس حتى تصفو من الشوائب التي تكدر صفوها، إما أن تناقضها بالكلية من أصلها وإما أن تناقض كمالها. يحرص كل الحرص على تطهير التوحيد من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ثم بعد ذلك يحرص على تعليم الناس ما ينفعهم، وليعلم أنه لو هدى الله به سبحانه وتعالى رجلا واحدا خير له من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه:
حينما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذوقون ليلتهم، أيهم يعطاها؟ كلهم يحب أن يعطاها، لا لأجل الراية، لأجل الولاية، لا، لأجل ما بعدها وما ترتب عليها، وهو إثبات الشهادة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه: ما تشوفت لها إلا ذلك اليوم. لماذا؟ لأن فيها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأحبها لأجل ذلك حتى تكون شهادة له رضي الله عنه وأرضاه، لا لشيء آخر. فلما أصبح الصباح جاء إليه بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يشتكي عينيه رمد فيها، فبصق فيها عليه الصلاة والسلام فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك، ووصاه، ثم قال له في آخر الحديث: لواحد يهديه الله بك خير لك من حمر النعم. فالواحد يهديه الله جل وعلا أيها المسلم على يديك بكلمة طيبة، بكلمة صالحة، ببيان حكم شرعي، خير لك من حمر النعم. لا تتكاسل، لا تتوانى، لا تفرط، لا تضعف، لا تقول غيري يكفيني وغيري قد كفاني، ولا تقول الدعوة إلى الله فرض على الكفاية وإذا قام بها البعض سقط عن الباقيين، لا، ولكن بلغ بقدر ما تستطيع، علم بقدر ما تستطيع، أنكر بقدر ما تستطيع، ووجه بقدر ما تستطيع، لأنك إن دربت نفسك على ذلك لا يمكن بعد ذلك أن تركن إلى الضعف. واعلم أن الدنيا هذه مشغلة، والولد مجبنة مبخلة، الأولاد والأموال والأهلون كثيرا ما يفوتون عن الإنسان الخير، وحب الدعوة والراحة كثيرا ما يفوت عن الإنسان الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأنس إلى الدنيا ولا يركن إليها، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالجد وبالعزيمة صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب علينا جميعا ألا نتوانى وألا نفرط، وفي هذه الأيام بالذات كما قلت الواجب على أهل العلم عظيم، من فتح الله سبحانه وتعالى عليهم بالعلم الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام، عليهم واجب عظيم في بيان هذا الدين الصحيح الصافي النقي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده ورقة من التوراة صحيفة قد استنسخها، قال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان في زمن المهدي فيحكم بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه خلف المهدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا أو عادلا، وأمكم منكم أو وإمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخاتم الرسل، ودينه خاتم الأديان، وشريعته أكمل الشرائع وأفضلها وأوفاها، ما تركت خيرا إلا دلت عليه ولا شرا إلا حذرت منه. ولأجل ذلك قال الله جل وعز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون هم الجن والإنس، فالله سبحانه وتعالى كان يبعث الرجل فيما سبق من الأنبياء إلى قومه خاصة، ليس إلى بني آدم جميعا وإنما إلى قومه خاصة، وبعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الناس كافة
جنهم وإنسهم، وهذا مما خص به عليه الصلاة والسلام. فرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، ونحن أمة عالمية، فيجب علينا ألا نتهاون وألا نضعف وألا نتكاسل. والواجب أيضا على العلماء أن يبينوا للناس حال من يفتنهم. ولا شك قد بينوا هذا، ولكن الناس لا يزالون بحاجة، ونحن لا نزال نسمع ولم نزل نسمع إلى عهد قريب. وعلماؤنا جزاهم الله خيرا الذين يشار إليهم بالبنان والمعروفين برسوخ القدم في العلم، ومنهم من كان بيننا قبل قليل قبل أيام قلائل وهم يكتبون ويبينون فلان يدعه وهذه الفتاوى ويدع الفتاوى والعلم لأهله نصحا منهم للأمة جزاهم الله خيرا، وشفقة منهم على الأمة، بل وشفقة منهم على هؤلاء الذين يضرون أنفسهم قبل غيرهم، لأنهم يتحملون آثام الناس، كما قال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم على ظهورهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. والمرء إذا نصح لمن غلط أو لمن أخطأ أو لمن ابتدع فهو أنصح الناس له، وهو أرحم الناس به، وهو أرفق الناس به، وهو أشفق الناس عليه. قيل ليوسف بن أصباط رحمه الله لما حذر من بعض من أخطأ وبعض المبتدعة، قيل له: ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله؟ كيف تكلموا في أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة؟ قال: يا هذا، أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم، إني أطرد الناس أن يتبعوهم على أخطائهم، على البدع التي يحدثونها، فيخف عنهم الحمل. ولا شك من نصح لك فقد أشفق عليك، وقد رحمك في الدنيا وقد رحمك في الآخرة. رحمك في الدنيا فصحح لك فلا تستمر على الخطأ وتلقى الله به، ورحمك في الآخرة من أن يأتي الذين ضلوا بسببك فيؤخذ من أوزارهم وتلقى على ظهرك وأنت لا تستطيع أن تقوم بحملك من الأوزار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب أيضا على طلبة العلم المتمكنين أن يقوموا في هذا الجانب خير قيام، وأن يبينوا للناس وأن لا يدعوا الفرص وأن ينتهزوا المناسبات، فإذا رأوا الغلط وجهوا، وإذا رأوا الخطأ صححوا، وإذا رأوا الغالط نصحوا، نصحوا له ونصحوا للأمة. فالناس بحاجة، نحن اليوم في عصر فشو القلم، قلم فشع، كل واحد يقرأ ويكتب، نادر الآن تجد من لا يقرأ ولا يكتب، ولكن تجد من يعلم الأحكام الشرعية بأدلتها، يعرف المسائل والأحكام بأدلتها التفصيلية، هذا قليل، هذا قليل جدا. لذلك انظر إلى المتخرجين من الجامعات كم هم؟ كثير. وانظر إلى المستفيد منهم كم هم؟ قليل. وما ذلك إلا لذهاب البركة، بركة العلم التي كانت قبل فقد اختلفت عنها اليوم، فأصبح التعليم النظامي يخرج كثيرا، ولكن إذا نظرت وصعدت وصوبت وتيامنت وأشأمت لا ترى إلا أقل من القليل. فكنا بالأمس نعد القليل واليوم أقل من القليل، وأصبح الناس يتسابقون إلى الإعلام، وكل واحد يحب الظهور في الإعلام لأنه أصبح سبيلا للمشيخة وطريقا للمشيخة، لأن الناس أصبحوا الآن لا يعرفون المشايخ إلا الذين في الشاشات الإعلامية، ففتنوا بهم الشيخ فلان والشيخ فلان، بينما العلماء الراسخون في العلم قليل منهم من يظهر في هذه الفضائيات، قليل منهم من يطلع فيها، ولكن إذا حسب الأمر يعرف هؤلاء من يرجعون إليه، ويعرف هؤلاء من يقصدون. إذا اصطكت الأمور لا يوجد للمعضلات إلا أصحابها، ولا لحل المشكلات إلا أربابها، كما قيل في المثل: قضية ولا أبا الحسن لها، أي حلالا لها. لا يجدون إلا العلماء الربانيين الذين أحكموا علم الشريعة، علم الكتاب وعلم السنة. فيا إخوتاه، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مهمة شريفة، والقيام بها مهمة عظيمة،
ويجب علينا جميعا أن نكون في هذا الجانب باذلين كل ما نستطيع. ومن ذلك هذه الدورات التعليمية التي تقام لتعليم الناس وتفقيههم، فإن هذا من السبل العظيمة التي تبذل اليوم ويربط عوام المسلمين بأهل العلم الحقيقيين الذين يصدرون عن آرائهم في دين الله تبارك وتعالى وأقوالهم وفتاواهم المؤيدة والمدعمة بالأدلة والمبنية على الفهم الصحيح والاستنباط الصحيح من الأدلة الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الدورات والقيام بها وبثها بين الناس وتأصيل العلم الشرعي في قلوب العامة، هذه من الدعوة إلى الله، بل من أعظم الدعوة، من أعظم السبل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله معلما، كما جاء ذلك عنه في الحديث الصحيح: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما. وفي لفظ مسند أحمد: وإنما بعثت معلما. فالتعليم هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى من لم يحسن فهم الشريعة وعلم الشريعة؟ والعلم هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحابه رضي الله تعالى عنهم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه فهو الخير، وما لم يكونوا عليه فلا خير فيه. ما لم يكن دينا ذلك اليوم فلن يكون دينا اليوم ولا غدا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما يمكن أن يصلح الآخر إلا بما صلح به الأول، وإنما صلاح الأولون كان بالتمسك بهذا الدين واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكارم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. العلم، هذا هو العلم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. والعلم فرسانه هم العلماء الربانيون الذين يعلمون الكتاب ويعلمون السنة ويهدون الناس بهما. والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان: نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هؤلاء هم أطباء القلوب، العلماء الربانيون الذين يعلمون الناس الخير. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على التلقي والتعلم وندعو إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة لا يمكن أن تكون إلا بعد العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا هو العلم. فمن لم يكن عالما لا يمكن أن يكون داعيا، لأن العالم طبيب، طبيب القلوب. وطب القلوب هو الطب الروحاني، وعلماؤه هم العلماء الربانيون، أصحابه هم العلماء الربانيون. فلا بد لك أيها الداعية أن تتسلح بالعلم حتى لا تقف أمام من تدعو عاجزا إذا ألقى عليك الشبهة أو أرسل في وجهك الاعتراض. لا تقف عاجزا، وإنما متسلح بالعلم تدمغ بالحق الذي معك الباطل الذي معه والشبهة التي معه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فهذا الباطل الذي مع هؤلاء لا يذهب إلا بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
وقال الله فيه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فلا بد أن تتسلح أيها العبد المؤمن بالعلم ثم بعد ذلك تدعو. وهذا الذي انتظمه قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله أيضا على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأول الإيمان والعلم في هذا الجانب، ثم بعد ذلك العمل به، ثم الدعوة إليه. والناس يحتاجون إلى هذا في كل زمان ومكان. وإذا سكت حملة العلم وطلبة العلم المتمكنين وسكت العلماء قبل ذلك خيم الجهل، فإن أرباب الجهل وأصحاب الأهوى وأصحاب الشبه ما ينتظرون إلا فترة السكوت وفترة الضعف فيهجمون على الأمة بما عندهم من الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا على أنفسنا، وأن يسلك بنا وبكم جميعا طريق الخير، وأن يسددنا وإياكم جميعا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يجعلنا وإياكم دعاة إليه مخلصين صادقين ناصحين سائرين على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: هناك تشكيك الآن في أن أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام كفار، فكيف الرد على هذه المقولة؟ نقول إننا جميعا معاشر المؤمنين قد خوطبنا بقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وخوطبنا بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا بذلك، وجاء هذا في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي سأله عن والده: أين أبي يا رسول الله؟ قال: في النار. فولى وفي نفسه شيء فقال: ردوه. فلما رجع عليه إليه عليه الصلاة والسلام قال له: إن أبي وأباك في النار. هذا فيما يتعلق بوالده. وأما أمه فإنه أيضا قد جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استأذن ربه في أن يستغفر لها فلم يأذن له، فاستأذنه في أن يزور قبرها، وكانت بالأبواء دفنت وهو صغير حينما عادت وعاد معها من المدينة في طفولته عليه الصلاة والسلام، فأذن له سبحانه وتعالى أن يزور قبرها، فزار قبرها وهو في طريقه إلى مكة فبكى وأبكى صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا قد أنزل عليه في ذلك قرآنا يتلى حينما أراد أن يستغفر لها، وذلك في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهذه الموعدة قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فالشاهد: هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاءنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليضرب بقول من خالف عرض الحائط. وهذا الذي يقول مثل هذه المقالة يخشى عليه الضلال العظيم، لأنه بهذا القول رد كلام الله ورد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، والواجب عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يقول نسمع من يقول ليس هناك دليل من القرآن والسنة على لفظة العقيدة، فكيف الرد عليه؟ نقول إن لفظة العقيدة دلت عليها اللغة العربية ودلت عليها النصوص الشرعية عموما، والعقيدة مأخوذة من العقد، والعقد هو الربط والشد للشيء، وهنا سميت العقيدة عقيدة لعقد القلب عليها. ونقول إذا لم يرق لك هذا الاسم ماذا تريد أن تسميها؟ ماذا تريد؟ هذه من الاصطلاحات التي جاءت في لغة العرب وتخاطبوا بها، والعلماء تخاطبوا بها من غير نكير، والذي ينكر ذلك مخالف لما جاء عن هؤلاء الأخيار رحمهم الله تعالى جميعا. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قلب أحدكم 3 عقد، فإن هو قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن هو توضأ انحلت عقدة، فإن هو صلى انحلت عقده جميعا، فأصبح طيب النفس خفيفا نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فالعقد هو الشد والربط على القلب هنا، والمراد هنا عقد القلب على هذا الإيمان وعلى هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة عليه كثيرة، وإن اختلفت معنا في هذه اللفظة فالألفاظ الأخرى لا يمكن أن تجد لك مخرجا منها. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والعلم أين محله؟ القلب. العلم محله القلب، فهذا العلم الذي هو في القلب ويعقد عليه القلب هذا هو الاعتقاد. ولكن نحن اليوم كما قلت لكم في أول الكلام أصبحنا نسمع التشكيك في المسلمات والبدهيات فضلا عما ذكر فيه شيء من الخلاف، هذا ما أصبح الباب واسع فيه، بل الخلاف المنكر أو الضعيف أصبح اليوم عند كثير من المتكلمين هو الراجح وللأسف. وما ذلك إلا لتسلط فتنتي الشهوات والشبهات على كثير من المتكلمين في هذا الباب. واليوم كنت أقرأ في بعض الصحف كلاما لبعضهم حينما استفتي في إزالة بعض المعالم التي وجد بعض
الافتتان بها، فقال لا داعي إلى إزالته، ولكن يعلم الناس، وإذا تعلموا يصبح لا أثر لهذا الشيء. طيب الآن الناس كم فيهم من التعليم؟ الآن نحن نقرأ في الصحف ونرى ونسمع في الإذاعات الدكتور فلان الدكتور فلان، فأصبحت هذه الكلمة تغر الناس، كلمة الدكتور، وكأنه كما يقولون شيخ في الشريعة ومختص في الشريعة، وإذا به هذه الدكتوراه في شيء آخر، إما في الاقتصاد وإما في البيطرة وإما في علم النبات وإما في علم الحشرات ونحو ذلك، فأصبح هو ومن اختص في الشريعة وأفنى عمره فيها أصبح عند الناس سواء. يعني كما سمعت من بعض من تكلم معي ونقل لي ذلك، وهو من خيرة المشايخ، لما ذكر لبعضهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال هو دكتور وفلان دكتور، فبحثنا عن فلان هذا الذي ساواه به، وإذا تخصصه في ماذا؟ تخصصه في الاقتصاد، في الاقتصاد والمؤشرات الأسواق العالمية المالية، هذه الأسهم طلعت الأسهم نزلت، لكن الشيخ صالح الفوزان اختصاصه ماذا؟ دين الله ارتفع، أو دين الله أراد هؤلاء أن ينكسوه، هذا اختصاصه، معرفته بدين الله تبارك وتعالى. فهل تجعل هذا مثل هذا؟ شتان، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، السيف أقطع من العصا، هذا كل واحد يعرفه، فما الذي جاء بهذا إلى هذا؟ وأنا حقيقة، وليسمح لي الإخوان، فيه مثل عند التوانسة والأمثال تضرب في بيان الدني النازل إذا أريد أن يساوى به العالي النفيس. عندهم قرية في تونس اسمها بوحمار، اسمها بوحمار، وهي قرية مغمورة، حتى يمكن بعض أهل تونس لا يعلمها. فإذا أراد واحد منهم أن يساوي من لا يؤبه له ومن لا مكان له ولا ذكر له ولا قيمة له بمن له المكانة العالية، قال أهل تونس ويش جاب مكة لبحمار؟ هذه مكة الكفار يعرفونها وأنها قبلة المسلمين، لا يجهلها أحد، لا مسلم ولا كافر، كلهم يعرفونها حتى الكفار، ويعلمون مكانتها في قلوب المسلمين، وهذه اسمها أبو حمار، يكفيك اسمها. فما الذي جاء بهذا إلى هذا؟ علماء الحشرات فمت علماء في بابهم، يقال لهم علماء حشرات وعلماء نبات وعلماء فيزياء وعلماء أحياء، أما هؤلاء يقال لهم العلماء مطلقا، هؤلاء علماء الشريعة، العلم إذا أطلق هو العلم الشرعي. فإيش جاب مكة البحمار؟ ما الذي جاء هذا وجاء به إلى الشيخ صالح الفوزان؟ لكن للأسف كما قلت لكم في أول الكلام، الإعلام براق والبريق خداع، البريق خداع، ترى السراب أمامك تحسبه ماء، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهؤلاء لا يرون إلا هؤلاء الذين يصعدون ويطلعون وينزلون في هذه الفضائيات، فأصبح عندهم هذا الدكتور كهذا الدكتور، شتان شتان شتان، وإلى الله المشتكى. وهذا السؤال يقول: إذا كان الثوب إلى نصف الساق يعد شهرة، فإن بعض الناس يقول إنه شهرة. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قد عد أشرف الملبوس نصف الساق، فقال أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وجاء ذلك عن أصحابه، ما كان في الإزار ففي القميص،
الثوب القميص كله واحد وهو الإزار، وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. فالثوب والإزار سواء، نصف الساق هذا أشرف اللباس. وإذا أردت أيها المؤمن أكثر من ذلك فلك الحمد لله الفسحة إلى الكعب، إلى الكعبين، وتحت الكعبين في النار. وهذا حتى عندنا عند الحنابلة يقول في النظم: وأشرف ملبوس الفتى نصف ساقيه، وما تحت كعب فكرهنه وصعدي. والكراهية عند الأولين الحرمة تحريم، فما أسفل من الكعبين ففي النار، وأزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما كان في الإزار ففي الثوب وفي القميص، كله واحد سواء، ولا فرق بين هذا وهذا. فالحمد لله، إن لبس المرء إلى نصف الساق فهذا الأشرف والأفضل، وإن أرخاه فإلى الكعبين، فهذا جائز ولله الحمد وهو مباح، وهذا آخر الحج. أما أسفل من ذلك فلا. ونحن نقول اليوم، بالأمس كانوا يعيروننا ويضحكون علينا ويقولون لنا شنيل، هكذا يقولون، هذه اللهجة أو اللغة هذه غربية، أظنها إنجليزية، يعني نصف الساق. والآن أصبحوا هم يلبسون الشانيل هذا الذي يسمونه بالبرمودة، لكن شتان بين لباس أهل الإيمان واقتداؤهم فيه، وبين لباس أهل الغرب والشرق واقتداؤهم فيه. فأهل الإيمان اقتدوا في لباسهم إلى نصف الساق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء اقتدوا بجورج وجون وأمثالهم، باراك ونحوه، فهؤلاء قدوتهم. لما رأوهم يلبسون هذه الألبسة لبسوها هم، فالآن ما عاد أصبحوا يقولون لنا شنين، لأنهم هم أصبحوا يلبسون مثلنا. لكن ما هو في المقصد، المقصد هم متشبهون بأولئك، وأهل الإيمان ملتزمون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأعمال بالنيات كما قال الناظم. فاللبس جاء في السنة محدد مبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إذا حاججتهم لماذا تسبلون ثيابكم، لا يجدون حجة، لأنك الآن تحتج عليهم بلباسهم الآخر لماذا لا يسبلون فيه. ففرق بين عملهم هنا وعملهم هناك. ففي البناطيل مثلا يسبلون، لما؟ لأن الذي تشبه به مسبل. وفي هذا الذي يسمونه برمودا نصف الساق، لماذا؟ لأن الذي تشبه به لبسه على هذا النحو، فما كان قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا انفضحت المغالطة وانكشفت التلبيسات. وهذا كما قال شيخ شيوخنا: وبالعوائد منهم كلها اتصفوا، وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا، على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، إلى أن قال: بهم تزيوا، وفي زي التقى زهدوا. ففي زيهم شابهوهم، والمشابهة في الظاهر ما تكون إلا بسبب الميل القلبي إلى هؤلاء والانخداع بهم والاغترار بهم. فنقول على كل حال: لبس نصف الساق هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فرق في ذلك بين الثوب وبين الإزار فعليه بالدليل، ولن يجد دليلا، وليطلب حينئذ منا الدليل ونحن نوجد له الأدلة من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأينا حينئذ أولى بأن يتبع ويستمع إليه؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون.
هذا السؤال يقول كثير من طلاب العلم والله ما استطعت أقرأ هذه العبارة، لعل صاحب هذا السؤال يعيده أو كتابته. وهذا يسأل أيضا عن طريق الشبكة، ما حكم اتباع جنازة أهل البدع أو جنائز أهل البدع؟ أقول إن جنائز أهل وضحها إن جنائز أهل البدع لا ينبغي أن تحضر من أهل السنة والإيمان، خاصة من لهم مكانة بين الناس كالعالم وقاضي البلد الحاكم أو أميرها ووجيهها من أهل السنة، لا يحضر هذه الجنائز. لما؟ حتى يراهم الناس فيرتدعوا، يراهم الناس فيرتدعون، فإذا ارتدعوا حصل المقصود. وهذا الذي لأجله كان السلف يقوم بعضهم أحيانا في الصف حتى تستوي الصفوف فينخرم وينخزل من الصلاة فلا يصلي، وإنما أراد بذلك إعلام الناس أن هذا من أهل الأهواء والبدع حتى لا يغتروا به، وليس معنى ذلك أنه لا يصلى عليه، ما دام في دائرة الإسلام يصلى عليه، ومن حضر من عامة المسلمين يصلون عليه، فالصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. وهذا يسأل يقول عندنا في المغرب مدارس خاصة يقوم عليها بعض الأفراد من أتباع الشيخ المغراوي، هل يجوز للفرد أن يذهب بأبنائه إلى مثل هذه المدارس إذا كانوا من أتباعه على طريقته؟ فلا يجوز أن تذهب إليها بأبنائك لأنهم يضلونهم، نحن نعرف ما عند هذا الرجل من الضلال، فإذا كانوا على طريقته فلا تذهب بأبنائك إليهم، وابحث لهم عن مدارس أخرى مأمونة. وهذا يسأل عن الركوب في السيارات المختلطة الأجرة في الباصات ونحوها، يقول فأحيانا أضطر إلى الركوب بجانب امرأة علما أنني أحرص على الحضور للعمل في الوقت المحدد، فبماذا تنصحونني؟ قل إذا ركبت في مثل هذه السيارة فأوي إلى الرجال، ولو ازدحمت خليك مع جانب الرجال والنساء يحرصن أن يكن في محل في آخر السيارة أو في طرف منها كما هو عندنا هنا في النقل. أما إذا كان الرجل يجلس بجانب المرأة فلا، لا تجلس، وانحز إلى جانب الرجال، فإذا لم تجد فقف، وإلا فلا تركب في مثل هذه السيارة إذا لم تجد طريقا سوى ذلك، وبكر أكثر لتصل إلى هذه الباصات قبل أن يأتي إليها الزحام، فتسلم بدينك بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه إذا امتحش هذا بهذه وهذه بهذا جاء حينئذ التكهرب، فبذا التهامس والتلامس والشذى تتكهرب الأعضاء. نعم، فلا يجوز ذلك. وهذا يقول كيف نعرف البدعة وأهلها والسنة وأهلها؟ أقول بسؤال أهل العلم، إذا كنت لا تعلم تسأل أهل العلم فهم الذين يبينون لك ذلك ويحثونك على السنة ويذكرونها لك ويذكرونك بها ويحذرونك من البدعة ويذكرون لك العلامات التي تحتاج إليها في وقته إن شاء الله. هذا يقول أبو بكر رضي الله عنه كان ينزل ثوبه وكان يتعاهده، فيدل على أنه أدنى من نصف الساق. أقول أنت أجبت على نفسك أيها الأخ جزاك الله خيرا، كان ينزل وهو يتعاهده فأحيانا يغفل عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أبا بكر أنه ليس ممن يجر ثوبه خيلا،
عليه الصلاة والسلام أخبر أبا بكر بذلك حينما اعتذر إليه، قال يقع أحيانا مني إلا أني أتعاهده، فقال عليه الصلاة والسلام لست منهم يا أبا بكر، فالشاهد من أنت يشهد لك؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كانت حالك كحال أبي بكر رضي الله عنه فلست منه من هؤلاء، إذا كان ينخزل عليك الثوب أو الإزار ينسل منك من دون شعور، ما تحس إلا وقد نزل أسفل من الكعب، ثم ترفع إزارك أو بنطالك أو سروالك إذا ارتخى فلا بأس ارفعه ولا ضير عليك، لأنك لا تفعله من هذا القبيل، بل أنت ملتزم بالحد الشرعي، لكنه هنا سبق عليك. نعم. يعني هذا سؤال يقول كثير من طلاب العلم يشكون من المشايخ السلفيين في التأصيل العلمي، فتجد الشيخ يبدأ في كتب كبيرة ويأتي طالب العلم المبتدي لا يجد من يعلمه أصول العلم، فهل من نصيحة وتوجيه في هذا الموضوع؟ أقول هذه التهمة ليست على إطلاقها ودائما تتكرر، أنا أعلم ذلك وعلى الخبير سقط هذا، لكن يأتي الواحد من هؤلاء الإخوان والطلاب ويريد الشيخ ويريد العالم أن يوقف درسه الذي قد مشى فيه سنوات ويتجه إليه، لا، أنت الآن انظر إلينا في المدارس النظامية، فيه مدرس للابتدائي وفيه مدرس للمتوسط ومدرس للثانوي ومدرس للجامعة، فانظر إلى الحلقة التي توافقك فالتحق بها ولله الحمد موجودة، لكن أيضا تأتي عقبة أخرى، هو يريد أن يبدأ بالكتاب عند هذا المدرس هو بنفسه من أوله، إذا اعتذر منه الشيخ يقول ادخل معنا من المكان الذي نحن فيه، فإذا انتهينا نعود لك من الأول، ما يقبل، صعب. طيب هو يؤخر 30-40 دارسا لأجلك، أنت ادخل من الآن وامشي حتى تنتهي ثم عد وأكمل الذي فاتك، وهذا موجود عند الأولين حتى في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى الشيخ وهو يقرأ البخاري فيدخل معه من كتاب الجنائز، من أول الكتاب فاته حتى يخلص الكتاب ثم يسمعه عليه إن حصل، أو يسمعه أحيانا على تلميذه فيقول سمعت من هنا إلى هنا على الشيخ فلان، والذي فاتني قد سمعته عليه في مجالس، أو سمعته ممن سمعه منه وهو فلان، فينزل درجة. إذا المقصود العلم ما يتأتى لك، لكن لو صبرت أيضا مدة لعلك تجد بعد الانتهاء من هذا الكتاب، لعلك تجد الشيخ يبدأ بكتاب آخر من أوله فتدرك أنت معه من أوله، وإلا لو مشى المشايخ على هذه الطريقة ما أكملوا كتابا، كلما جاءوا إلى كتاب نصف كتاب يرجعون إلى أول كتاب آخر ما يتمون كتابا، لكن أنت أدخل معهم من المكان الذي هم فيه ثم إن شاء الله تعالى تجد. وأنا أعلم وأعرف من المشايخ ولله الحمد كثير جدا على هذا النحو، لكن أبناءنا لا يريدون هذا، يريد أن تعطيه الذي يريد هو، وهذا صعب ما يتأتى، والعلم لا يمكن أن يأتي إليك في عشية وضحاها. يعني هذا الإنسان، هذا الشيخ أمامك له 40 سنة، قضى منها 30 سنة تقريبا أو 20 سنة وهو ملازم هو بنفسه للمشايخ، الآن ما قعد للتعليم إلا من 10 سنوات، وأنت تريد بثلاثة أيام تأخذ العلم كله، صعب جدا. بل للأسف اليوم يريد الواحد يحضر الدورة اللي 15 يوم إذا طالت أو شهر، ويريد أن يكون ككبار المشايخ، فما يمكن، غير صحيح. الذي أمضى 30 سنة في العلم تريد كمن أمضى 30 يوما؟ مالك يقول للشافعي وهو من أذكى خلق الله رضي الله عنهم جميعا، كان يضع يده على الصفحة هذه حتى لا تسبق عينه إليها فتلقطها من شدة الحافظة، يقول له ولزملائه للشافعي، يقول كتاب ألفته في 30 سنة، يعني الموطأ، تأخذونه في 30 ليلة ما أقل ما تفقهون فيه. من هو المخاطب؟ الشافعي، الشافعي من أذكياء الدنيا المعدودين، وهم ما أخذوه للفقه، ما طلبوا من مالك يشرحه،
طلبوا من مالك رضي الله عنه أنه يقرأ عليهم كتابه الموطأ، يبغون يسمعونه من أول حديث إلى آخر حديث، حتى يقولوا بعد ذلك حدثنا مالك. سماع بس، تحمل تحمل. لكن مالك أراد غير ذلك، أراد التبويب والتراجم، وأراد هذه الأحاديث، أراد رجالها من يخرج عنهم. لماذا خرج مثلا عن هذا الرجل الذي قد تكلم فيه لكن عند مالك يراه أنه حجة ونحو ذلك؟ هذه الأشياء تحتاج لها شرح. فأنتم الآن ما أخذتموه إلا في 30 ليلة سماع عرض. أما الفقه الذي عندي في هذه الأحاديث أنتم ما أقل ما تفقهونه. فإذا كان هذا يقال للشافعي، فما عسى أن يقال لنا نحن اليوم؟ ونحن لا نريد إلا الشرح في 15 يوم فنأخذ الكتاب مرة واحدة. بل أعجب من ذلك، اليوم نسمع، وقد قلت هذا، نسمع دورة اليوم الواحد، كتاب التوحيد في يوم، كتاب التوحيد كله في يوم، والعقيدة الواسطية في يوم، نعم، يعني أسبوع وإذا بك متخرج من الجامعة متقن، ما هو متخرج فقط، متخرج بإتقان. الواسطية في يوم، كتاب التوحيد في يوم، الواسطية في يوم، الحموية في يوم، التدمرية في يوم، الطحاوية في يوم، ما شاء الله. تنظر وإذا به ما شاء الله، هذه التي أخذناها في قرابة 15 سنة أخذوها في 5 أيام، في 5 أيام، شيء عجيب. من رام العلم جملة حرمه جملتان. أخي لن تنال العلم إلا بستته مما ينسب للشافعي، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء هذا من الله تبارك وتعالى، الفهوم هبة من الله، ذكاء وحرص، لا بد تكون حريص جاد واجتهاد، تجتهد مع الحرص، تجتهد في التعلم والطلب، وبلغة، يعني يكون عندك من الدنيا يسار تتبلغ به، إما سعة أو ما يقوم به، كأن تعمل يوم وتتعلم يوم، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذا القرآن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاطب به أفقه الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفصح الناس، وأوفى الناس عقولا وحظا، وأوفر الناس فقها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والكفار إيش قالوا؟ لو ننزل هذا القرآن عليه جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا بد من المصاحبة وطول الزمان الذي تحصل فيه العلم. قيل لبعضهم في فتنة سبقت من الفتن التي جرفت بعض الشباب، ونسأل الله أن يعصمهم وأن يهديهم وأن يوفقهم وأن يصرف عنهم وعن أبنائنا وأبناء المسلمين كل سوء وبلية، على من درست؟ قال: درست على الشيخ الفلاني. فسأله أحد شيوخنا الآن فوق 80: يا يوسف، ويكفيني يوسف لن أتكلم بما عداه، كم درست على فلان، على الشيخ الفلاني؟ قال: درست عليه جزءا من 3 أصول. قال له: يا ولدي، 3 أصول هي ورقة واحدة، إذا بالخط القديم نحن درسناها ورقة، فإذا كنت أنت درست جزء، كم درست من هذه الورقة؟ ورقة واحدة، 3 أصول بالخط الدقيق ورقة واحدة، وبالخط العادي المطبوع اليوم 3 ورقات، فإذا كنت أنت درست جزءا منها ماذا درست؟ فسكت ولم يحر جواب، ولم يرد جوابا. وهذا الشخص كان مفتيا لزملائه ففتنهم، فوقعوا في فتنة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. وهدى الله بعد ذلك من هدى منهم وعاد، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي من بقي. فيا أبنائي ويا إخواني ويا أيها المستمعون، العلم يحتاج إلى صبر وإلى طول وقت. اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. يعني أنت الآن لو جعلت هذا الكوب على صغره تحت هذه القطارة وهي تقطر،
تريد تملأها بسرعة ما يمكن، وفي الوقت نفسه أنت تتهاون بهذه القطرة، لو تركت سطلا كبيرا أكبر من هذا وانتظرت عليه 10 ساعات لجئته وهو مليان، تضعه في الليل إذا كان الكباش هذا البزبوز أو السكروب مفتوح ما ينربط، تضعه في الليل نقطة نقطة نقطة، الصباح تأتي عليه وقد صار يمكن 50 لترا بالصبر، فأنت تريد في ساعة واحدة ما يمكن، ما يمكن بحالة من الأحوال. والأسئلة في هذا كثيرة، وأنا أجتزي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هو ذكره في السؤال وأجبنا عليه، يعني الكتب يدرسون الكتب الكبيرة وما يدرسون الصغيرة، وأجبنا على هذا. لا لا لا، هو ذكره فسره وأجبنا عليه، والحمد لله رب العالمين.